نتواجد هذا الصباح هنا في السجل المحلي لعين السبع لمواكبة هذا البكالوريا اللي تعطت لها الانطلاقة ديالها هذا الصباح على المستوى الوطني. وهنايا يمكننا نفتخر ونعتزوا لأن استطعنا باش ننظموا هذا الامتحان في هذه الظروف اللي لاحظتي واللي شاهدتي معنا، وهذا الشيء بفضل الشراكة الوطيدة اللي كاينة بين المديرية الإقليمية وإدارة السجل المحلي والأكاديمية، وأيضا بين الشراكة بين الوزارة والمديرية العامة للسجون. هاد العملية كتهم جميع المدن المغربية، تقريبا 46 مركز سجني اللي خلقنا فيه مركز امتحانات، وباش نمنحوا الإمكانية لأكثر من 800 سجين يجتاز هذا الامتحان. علاقة بهذا المركز يمكننا نقول بأن كاين واحد العملية تربوية مهمة، لأن أكثر من 100 تلميذ سجين يستفيدون من التمدرس على المستوى الابتدائي والإعدادي ولا الثانوي، وأيضا واحد العدد يلجون مسالك التعليم العالي، بعض منهم وصلوا للدكتوراه، وأيضا التكوين المهني. واليوم في بالامتحانات اللي غادي يكونوا هذا اليوم وغدا هما المسالك الأدبية، وإن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين غيكونوا المسالك العلمية وأيضا الاقتصادية والتكوين المهني. يمكن يقول بأن العدد أكثر من 90 سجين اللي غادي يجتازوا الامتحان أكثرهم في العلوم العلمية والتقنية والاقتصادية. ما يمكننا إلا ندعي لهم النجاح والتفوق، وإن شاء الله باش يمكن لهم يولجوا أيضا المسالك ديال التعليم العالي في ظروف مواتية. وهنا بغيت أيضا نشيد ونوه بالسلطات الصحية اللي بفضلهم استطعنا باش نوفروا الظروف الأمثل آمنة باش الحمد لله يدوزوا هذا الامتحان في أحسن الظروف. أجواء ديال الامتحانات بالنسبة للتلاميذ المصابين بكورونا على المستوى الوطني، خلقنا كاين ثلاثة ديال المراكز استشفائية ميدانية اللي تم تجميع فيها ديال المصابين، هو بن سليمان، بن قرير، وسيدي حي الغرب. عندنا على المستوى الوطني 15 الحالة، 11 الحالة في بن سليمان، 3 الحالات في بن قرير، وحالة في سيدي حي الغرب. هذا الصباح كانت عندنا أيضا مناسبة لزيارة هذا المركز الاستشفائي الميداني، والحمد لله التلاميذ كيدوزوا امتحانات ديالهم في ظروف عادية، وأيضا كاين واحد الشراكة وطيدة مع السلطات المحلية والصحية باش المشرفين الامتحان يكونوا مطمئنين ويدوزوا في أحسن الظروف.